هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، إلى ما لا يريد. وقلنا هذا الحديث فيه، نعم، قاعدة أذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي من القواعد الفقهية الكبرى خمس: اليقين لا يزول بالشك، وأن الشريعة جاءت لقطع الوساوس، وأنه لابد أن يقطع كل وسواس، ولو التفت إلى الوساوس لا تنتهي الوساوس عليه، ويكون بهذا إذا التفت إلى الوساوس فهو آثم. أي نعم، فيبني على اليقين ويقطع الشكوك قليل وكثير، وبخاصة بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، أو إذا كانت الشكوك كثيرة داخل العبادة أيضا لا يلتفت إليه. طيب، وغيره؟ نعم الشيخ. إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، نعم، فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. وقلنا الخير ما جاءت به الشريعة، والشيطان يوسوس ويريد الوقيع بين المسلمين. نعم. والثاني؟ والثاني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. نعم. وقلنا الجيران ثلاثة: جار مسلم قريب، وجار مسلم، وجار كافر. نعم. والجوار وحسن الجوار يرجع فيه إلى العرف ما لم يخالف الشرع، والشريعة أدلة كثيرة فيها توصي بالجار. فليكرم ضيف. وقلنا إكرام الضيف الناس فيه على طرفين وسط، فتح الله عليك، إما إفراط أو تفريط، أو تفريط، إما إسراف أو تقتير، والوسط خير الأمور. نعم. من حسن الإسلام المرء، من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعلم. إذن هذا يزيد من إيمان المرء، ويعلم أنه لا يتدخل فيما لا يعنيه، ويكون له بهذا رفعة في الدرجات. نعم. فكيف تعرف حسن إسلام الإنسان؟ أنه يصمت ولا يتكلم إلا فيما يعني، وإن صنع شيئا تذكر بالله. الله يفتح عليك. نعم. حديث ابن مالك: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. ولماذا قال لأخيه ولم يقل للمسلم أو للمسلمين؟ هذا فيه حث، وفيه يعني السبب المحبة، لأن هذا من إخوانك، صح؟ أخوة نسب، هذه أخوة نسب، هو الدين. إذا كنت لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك، ما حكم هذا؟ كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. طيب، تحب له الخير أو غير الخير؟ الخير ولا بد، وهذا الذي أمر به الشارع، وقلنا في بعض الروايات زيادة من الخير. لا يؤمن يعني يكون كافر، صح أو خطأ؟ خطأ. قلنا نحمل أولا على نفي الوجود ما استطعنا، على نفي الصحة ما استطعنا، على نفي الكمال، وهذا فيه أنه لا يؤمن أن يكون ناقص الإيمان. أي نعم. طيب، الله يفتح عليك.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام. وبعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصيني. أوصني. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أن رجلا، وهذا الرجل يعني معرفة هذا الرجل لا تزيد شيء في فقه الحديث، سواء كان رجل أو امرأة. هذه الأحاديث، هذا الحديث وأحاديث أخرى فيها أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وهنا قال: لا تغضب، وفي أحاديث أخرى يذكر غير هذا. كيف نجمع؟ نجمع نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في حال هذا السائل، ما الذي ينفع له، ثم يقول: أوصني. الوصية تكون بشيء يعني فيه أقل ما يكون 10 أسطر أو 5 أسطر مثلا. قال له: لا تغضب. فيقول: فرأيت كل الخير في ترك الغضب. فالإنسان ماذا يصنع؟ أولا قبل هذا فيه سؤال العلماء عما يشكل عليه، والوصية تكون أحيانا على ما يذكر الفقهاء رحمه الله تعالى، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الوصية هي التبرع بشيء لكن بعد الموت، لكن هنا الوصية معناها الموعظة، يعني عظني أو اعهد إلي. فقال: أوصني. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فقال لهذا: لا تغضب. قال: فرأيت كل الخير في تركي للغضب. كيف؟ لأن الآن أنت تعرف بعض الناس هدانا الله إياهم يعني يغضب، يسب، يشتم، أحيانا يسب ويكون بهذا كافر كفر أكبر، يسب الرب، يسب الدين، يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع؟ يصنع ما جاءت به الشريعة. كيف يعالج الغضب؟ يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه إذا كان قائم يجلس، وإذا كان جالس يضطجع، أو يغير المكان. يعني الآن تخاصم مع زوجته ويعرف يعني نهاية المطاف قد يكون هناك قاتل ومقتول، فماذا يصنع؟ يخرج من البيت حتى يهدأ ثم يعود. هذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يعني يخرج من البيت حتى يهدأ وتذهب عنه هذه الأمور، يعود نفسه على هذا أنه لا يغضب، يعود نفسه. وقد يعني الإنسان يعود نفسه على هذا، يعني يعرف أنه أحيانا بعض الناس يعني وهو في الصلاة مثلا في الصف الأول وكذا، من يأتيه ويضايقه مثلا في الصف الأول، أو وهو يعود نفسه على هذا، يذكر الله دائما، يكثر من ذكر الله، يتذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. خرج إلى الطائف ورموه حتى أدموا عقبه عليه الصلاة والسلام، وجاء جبريل ومعه ملك الجبال. لو تغضب اليوم لعلك تدعو على الكل بالهلاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يدعو على دوس، فقال أبو هريرة: هلكت دوس، لو دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل واحد منا يغضب، لا إشكال في هذا. والغضب كما يذكر ابن القيم رحمه الله درجات. هناك يعني بعض الناس يعني إذا غضب أو كذا حتى يصبح كالمجنون، فهو يعني يعتاد على هذا. حتى أنت أحيانا يعني ممكن يعني قد تربي البعض أنه لا يغضب، يعني أحيانا هو خارج من المسجد ممكن يعني بعض الناس يمازح مثلا، يدفع بقوة، يلتفت يقول يا رجل لا تغضب، فيتعود الإنسان على هذا أنه ما يغضب. مفهوم؟ نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فبهذا يعني كانت هذه النصيحة من نبي الأمة عليه الصلاة والسلام جامع. فنحن ماذا نصنع الآن؟ نرجع للعلماء مثلا، نقول للعالم أوصني أو كذا، ثم ننظر في هذه الأحاديث، نأخذ بهذا الحديث وببقية الأحاديث، اتق الله أينما كنت وغيرها من الأحاديث، وعلى هذا نسير بإذن الله تعالى. نعم. قال تعيد. نعم. ردد مراراً قال لا تغضب، رواه البخاري. نعم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. هناك جارية مملوكة كانت تصب للسيد الماء وهو يتوضأ، وهي تصب له الماء انكسر القدح على يده وأصيب، فقالت له يا سيدي يقول الله تعالى والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت ويقول أنه قد الآن يعفو عنها لكن بعد دقائق أو كذا يعني ينتقم منها وكذا، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك انتهى الأمر، قالت ويقول والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. أبو مسعود غير ابن مسعود يقول كنت أضرب غلام لي، يعني عبد يضربه، فسمعت صوتا من خلفي يقول لله أقدر عليك من قدرتك على هذا، يعني أنت تقدر على هذا، الله أقدر عليك من قدرتك على هذا، اليوم لو كنت تضرب ولد أو كذا، حتى الضرب هذا المسموح لكم هنا يعني في المؤخرة أو كذا، وقال لك إنسان لا تغلط، تقول صنع. قال فالتفت فإذا هو من الذي يعظه؟ نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم بكلمة، قال يا رسول الله هو حر لوجه الله. هؤلاء أخواننا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم، لا كان ولا يكون في الخلق مثلهم، رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أنس ولا رضي الله عنه ولا في مرة، مع أن أنس صغير ولا بد أن يحدث منه شيء. وذكرنا لكم حديث معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه تكلم في الصلاة وما صنع معه النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسن التعليم. نعم. قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. إن الله كتب الإحسان، كتب أي فرض، وذكرنا لكم في الواجب حق وفرض وفريضة وحتم ولازم، يا أيها الذين آمنوا كتب أي فرض عليكم الصيام، كما كتب أي فرض على الذين من قبلنا. إن الله كتب الإحسان، تقدم معنا الإحسان في حديث جبريل عليه السلام، وقلنا أن الإحسان يكون في عبادة الله ويكون إلى عباد الله. في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، وتسمى عبادة المشاهدة. إن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، عبادة خوف وهرب تسمى عبادة المراقبة. ثم الإحسان إلى الخلق،
وتتذكر أنك بالإحسان إلى الخلق يحبك الله. وأحسنوا في عبادة الله وإلى عباد الله، إن الله يحب المحسنين. ما الذي يجعلك تحسن إلى الخلق سواء كانوا من الإنس أو من البهائم؟ تتذكر أنك بهذا تنال محبة الله سبحانه وتعالى، عمل قليل وأجر عظيم، محبة الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، لكن ليست المحبة كالمحبة، ولا الود كالود، ولا الخلة كالخلة. نعم، إن الله كتب الإحسان. نعم، قال فإذا قتلتم لا، من أول حديث، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء، في كل شيء تحسن، سواء كان كما يأتي بضرب المثال الآن، فهنا الإحسان عام في كل شيء. نعم، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الإحسان نريد أن نذكر بعض الأمثلة، وهذا يا أخواننا إشكال عند الجمعيات، يتطوع هذا يقول أنا أحضر للدرس وأكون قارئ، لماذا؟ قال أريد الإحسان. وهذا يتطوع يقول أنا أترجم للطلاب هذا الدرس وألتزم بهذا. نأتي في أول درس ننتظر، لا يأتي هذا ولا يأتي هذا، ويتصل بعد انتهاء الدرس، والله أنا أعتذر وما على المحسنين من سبيل. نعم، قال ما على المحسنين من سبيل، أنا محسن والله مسيء، كيف محسن؟ إذا التزمت بشيء إما أن تأتي به أو لا تتقدم أصلا. هل يصح أنه يتقدم الآن يقول أنا محسن وأصلي بكم، ويصلي ركعة ثم ينصرف وقال جزاكم الله خيرا أنا محسن؟ هذا اللي ترى اليوم، ويحتج بالآية أيضا، يعني مذنب ومسيء ويتصل عليك بعد نهاية الدرس وبعد أن انتهى كل شيء وقال ما على المحسنين من سبيل. سبحان الله، هذا الواقعنا اليوم صحيح؟ إلا من رحم الله، أن يتصل عليك وكذا ويقول أنا آتي ونصنع ونصنع ونصنع، وعندما يأتي قال أنا محسن وما على المحسنين من سبيل. من قال أنك محسن؟ تبي هذا مسيء، التزمت. ولهذا الآن الإمام وكل في صلاة المغرب فلان من الناس، قبلت؟ قال قبلت. هذا ينصرف ولا يفكر في هذا، هذا لابد عليه أن يحضر، مع أن هذا الآن متطوع وهذا الآن مسؤول عن الإمام. إذا هذا ما يستطيع الحضور لابد أن يضع إنسان مكانه، وإن لم يأتي وقال لهذا والله ما استطعت حصل لي ظرف وأنا محسن وما على المحسنين من سبيل، فيقول له الإمام أنت مسيء، لماذا قبلت أن تحل محلي في الإمامة؟ صحيح، وهذا واقع الآن في خطبة الجمعة مثلا، توكل إنسان تخطب قال نعم، أنصرف قال انصرف، ولا إشكال في هذا. يأتي الناس يوم الجمعة أحيانا والله يصلي ظهر الناس بسبب من؟ فلان من الناس قال أنا محسن وما على المحسنين من سبيل. إذا قبلت وتطوعت، لماذا؟ لأن هذا الأمر يعني ليس في حساب بين الناس الآن، هو يظن هذا أنه ما أحد يحاسب، قال أنا متطوع وأنا كذا وأنا محسن، أنت مسيء لست بمحسن. فإما أن تأتي بالعمل كامل أو تقول أنا لا أقدر، وهذا أحسن، أو تعتذر يا أخوان، يعني تعتذر في وقت يقبل في الاعتذار، لكن بعد صلاة الجمعة بعد أن يصلوا الناس، يصلي الناس ظهرا يأتي ويعتذر، هذا ما يصح، هذا لا يقبل اعتذار أصلا، إلا إذا يعني أغمي عليه مات، ممكن كان أحد مشايخنا أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظه
كان يقول: ما أحد يتغيب عن الدرس، ولن أقبل أي عذر للتغيب عن الدرس إلا الموت. قبلت أن تكون طالب ومحسن ما تتغيب، وغير هذا لن أقبل أي عذر، كذا أو كذا أو كذا. طبعا في الوظائف الحكومية الآن لا يتغيب أحد، لماذا؟ أما في الصلاة، في الدروس، في كذا، في خطبة جمعة، قال أنا محسن. فهمت الإحسان الآن؟ أي نعم، كتب الإحسان في كل شيء. طلب من إنسان إلقاء كلمة، محاضرة، لابد أن يحضر. إخواننا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، هؤلاء كبار علماء كانوا يحضروا. طبعا نعم يحضروا في أول أيام التدريس، بعد هذا يعني أصبحت هذه العلوم يعني تكررت أكثر من مئات المرات إن لم نقل ألوف. بل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يخطب من ورقة ويتعمد هذا، قال: حتى أعلم الطلاب أنهم يصنعوا هذا، لأنه قد يأتي ويتكلم ويخرج عن الموضوع أو كذا وينسى. وبعد هذا يقول: أنا محسن. يبدأ معك في تعليم القرآن، وعندما تصل إلى المنتصف يتركك مثلا، وقال: أنا محسن. لا، الحقوق متبادلة بين الشيخ وبين كذا. إن كان حتى البهائم نحسن إليها ونتذكر بهذا محبة الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إذا قتلتم، القتل سواء كان يكون فيه إقامة حد، يعني ما نعذبه في القتل، يكون فأحسن القتلة، أو يكون في غيرها، الآن في الصيد مثلا. نعم. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وكذلك نعم. وليحد أحدكم شفرته. الشفرة يعني السكين، يأخذ السكين ويجعلها حادة حتى يكون الذبح والنحق في سهولة. نعم. وليرح ذبيحته. يرح ذبيحته، وبهذا يتذكر محبة الله سبحانه وتعالى. إن كان هذا للحيوان فما بالك إذا كان هذا للإنسان. نعم. قال: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الله وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله، الوصية بتقوى الله هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، حاجز، مانع يمنعك من الوقوع في المعاصي، لكن لا بد أن يكون هذا على علم وبصيرة. يعني بعض الناس في هذا الباب إما إفراط أو تفريط. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، حاجز. بماذا؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي على علم وبصيرة لا على جهل. وبعض الناس تقول له اتق الله فماذا يكون؟ قال: انصرف أو كذا، أخذته العزة بالإثم، نسأل الله العافية والسلام. فهذا عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لله أقدر عليك من قدرتك على هذا، قال: هو حر لوجه الله. مباشر ذكرته بالله، كان الذنب هنا سبب لعتقها. فإنسان يقول لك اتق الله، ماذا تقول؟ اللهم اجعلنا من المتقين. قال: اتق الله حيثما كنت، في المنزل، في الشارع، عمل وحدك، قال: اتق الله، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ولهذا قلنا لكم بالأمس أن الشاب يتقي الله وما يكون وحده،
في أي مكان، لا يدخل إلى المنزل إلا وهو متعب، ولا يفتح سواء كان جهاز الجوال أو الانترنت أو كذا إلا في أماكن يرى فيها الناس، وإذا كان لا يستطيع إذن معنى هذا أنه يأخذ الأجهزة القديمة، جهاز احنا نسميه جهاز أبو كشاف قديم، يكون معه هذا أحسن. يا أخي لماذا أنت متخلف معك هذا الجهاز؟ قال اللهم اجعلنا من المتقين، أجعل هذا بيني وبين عذاب الله وقاية، وأنه يصح أحيانا حتى تكسر الآيفون. قلنا لكم بالأمس هذا أنه يصح إتلاف المال إذا كان لمصلحة راجحة، صح؟ أي نعم. فهذا تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وتعرف بنفسك أنك ضعيف ما تتحمل. قال الله سبحانه وتعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يفتحون المواقع اليوم يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا وما عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف في شأن النساء. قال علماء التفسير ضعيف في شأن ذكر النساء ما استطاع أن يتحمل. فالغي هذه الأمور يا أخي، اتق الله حيثما كنت. طيب هذا الوصية الأولى. نعم، الوصية بتقوى الله. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. كل بني آدم خطأ، والمعصوم من عصم الله، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فقدر الله سبحانه وتعالى عليك ذنب، إيش تصنع؟ تتبع السيئة الحسنة تمحوها، ولا تقنط من رحمة الله، لأن الشيطان يقنطك من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قلنا ليس الإشكال في أن الإنسان يذنب، الإشكال في أن الإنسان يذنب ولا يستغفر. إن الحسنات يذهبن السيئات، كل واحد منا يذنب، لكن الإشكال قلنا في أنه يذنب ويقنط الشيطان ولا يستغفر. فتتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، ولهذا كانت الصلوات الخمس مكفرات، الجمعة للجمعة مكفرات، العمرة للعمرة مكفرات. نعم، قال وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس، سبحان الله، الأول الوصية بتقوى الله، الثاني ماذا؟ أتبع السيئة الحسنة تمحو. وخالق الناس، طيب ما علاقة الأخلاق بهذه الأمور؟ هذه الأمور عبادات، والأخلاق معاملات. لا، إن الرجل ليدرك بحسن الخلق، حسن خلق فقط، هذا ما يكلف شيء، درجة الصائم أي الذي لا يفطر، والقائم الذي يقوم ولا ينام. بماذا؟ بالكلمة الطيبة. إذن الآن عندما تتكلم بكلمة طيبة تؤجر عليها. انظر، الوصية بتقوى الله، والوصية بالحسنات بعد السيئات، والوصية بماذا؟ بحسن الخلق، وكان عليه الصلاة والسلام خلق القرآن. وقلنا لكم أن بعض العلماء يقول رحمهم الله لو لم يصنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه شيئا إلا أنه عليه الصلاة والسلام عامل هؤلاء بحسن الخلق لكفى أن يكون قضى عليهم. حسن الخلق أخوان، ويعني هذا كثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة رضوان الله عليهم في غيرهم. يقال والله أعلم، معاوية رضي الله عنه كان بالشام وله أرض بالمدينة، هذه الأرض بجوار أرض ابن الزبير رضي الله عن الجميع. فتعدى عمال معاوية على أرض ابن الزبير، فكتب ابن الزبير رسالة لمعاوية، وصلت الرسالة لمعاوية، قرأ معاوية رضي الله عنه الرسالة
فيها يعني كلام يعني شديد وكذا. فأعطى هذه الرسالة لأحد وزرائه، قال انظر في هذه الرسالة، فنظر فيها قال ماذا ترى؟ قال أرى أنك تخرج جيش أول بالمدينة وآخر بالشام، وتأتي برأس ابن الزبير. يتكلم هكذا على معاوية وهو أمير المؤمنين وكذا. فأخذ معاوية رسالة وقلب هذه الرسالة وكتب، ما كتب من أمير المؤمنين أو من الخليفة أو كذا، قال من معاوية بن أبي سفيان إلى ابن كذا، يعني مدح فيها ابن الزبير. أما بعد، فإن الأرض لك هي والعبيد، وأنا لا أنافسك على أمور الدنيا، أنا أسعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض لو كنا بهذا الخلق. أمور الدنيا يعني لا تلتفت إليها يا إخواننا. من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله؟ لو كنا على هذا والله سعيد. نعم. قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما. النبي صلى الله عليه وسلم كان من تواضعه أنه إذا ركب على الدواب يردف أحيانا معه العبيد والموالي، وأحيانا من هم يعني أعلى من هذا. وقلنا في سواء في الركوب أو في المشي أو في الجلوس كان يدخل الداخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيكم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا من تواضع. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. أي نعم. قال فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات. فيه العناية بالصغار وتعليم وتلقين الصغار، وعلمك كلمات. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم نبي الأمة، يعلم الصغار والكبار والذكور والإناث والعبيد وغيرهم. نعم. احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك. احفظ الله بمال، فأنت تأتي بالشريعة. ولهذا من صلى الفجر في جماعة قال فهو في ذمة الله. احفظ الله يحفظك. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى من يزني يزنى به ولو بجداره. يقول إن الزنا دين لا بد من الوفاء سواء منك أو من أهلك. ولهذا قال احفظ الله يحفظك. تحفظ الله في نفسك، احفظك الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي مالك وفي ولدك وفي كل شيء. نعم. قال احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك. نعم. نعم. قال احفظ الله تجده تجاهك، واذا سالت فاسال الله. اذا سالت لا يمكن ان تسال الا الله، هذا فيما لا يقدر عليه الا الله، والا كان هذا نسال العافيه والسلامه شرك اكبر. اذا سالت فاسال الله. وهذا فيه رد على اليوم بعض الناس، أين حكام العرب؟ أين العروبة؟ أين العلماء؟ ضيعنا هؤلاء وكذا. ماذا تريد منهم؟ إذا سألت فاسأل الله. ماذا تريد من هؤلاء؟ بشر. وتوكل على الحي الذي لا يموت. نعم. وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة والدعاء لا يطلب إلا من الله، هذا فيما لا يقدر عليه إلا الله. إياك نعبد لا نعبد إلا إياه، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لو آمنت بهذا ارتحت، وعلمت أن الأمة لا يقدم ولا يؤخر، والتعلق يكون
بالله لا بالخلق. ولأن بعض الناس يظن أن الرزق عند هذا، والرزق عند من؟ عند الله. كما أن الجنة لا تطلب إلا من الله، كذلك الرزق لا يطلب إلا من الله. الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. وماذا تريد من هؤلاء؟ حتى أن يعني البعض أصبح يطلب من الأموات. ميت جيفة لا يقدم ولا يؤخر. أنت الآن وأنت حي تدخل تحت الأرض في سجن وكذا، ما يمكن. فما بالك هذا ميت، يعني كيف يعني يلتجئ بعض الناس إلى جيفة، إلى الأموات، وتترك عبادة رب العالمين. نعم. قال: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم. اجتمع كفار مكة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج عليه الصلاة والسلام من بيته ولم يبالي، وقال له أبو بكر رضي الله عنه: لو نظر أحدهم إلى نعليه لرآنا. وضع علي رضي الله عنه في فراشه، وهذا من شجاعة علي رضي الله عنه، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا يمكن أن يضروا بشيء إلا بشيء قد كتب الله عليه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم على هذا، كان الواحد منهم يعني أحيانا إذا أراد أن يعد الجيش يعد الواحد من بعض الصحابة بألف. الواحد من الصحابة أحيانا يكون هو جيش لوحده، ما يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الإيمان بالقضاء والقدر، ولابد أن تجمع في الإيمان بالقضاء والقدر بين أن تؤمن أن الله كتب مقادير كل شيء وتعمل. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه. نعم. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. نعم. أولا يا أخواننا، لابد أننا في هذه الأحاديث التي فيها قال كما قال الله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال في المصلي إذا صلى فإن الله قبل وجهه، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، نثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن يصان الله سبحانه وتعالى على الظنون الكاذب، مثل أن يظن أن الله في هذه الأرض، فالله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنت ليس لك إلا أن تقول آمنت وصدقت وسلمت. كم واحد اليوم يقول الحمد لله رب العالمين؟ كثير. كل واحد يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي؟ نعم. تشك في هذا؟ ما يمكن. كيف؟ لا، ما يمكن. تسأل عن الكيفية. لم يسأل الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يسعك إلا ما وسع الصحابة. لو جاءنا إنسان وقال ماذا تقولون في كذا وفي كذا في كذا، ماذا نقول له؟ فليقل خيرا أو ليصمت. مفهوم؟ نعم. قال: تعرف إلى الله في الرخاء. تعرف على الله في الرخاء. وقلنا أكثر ما يكون من إشكال حال السراء، وإلا فالكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الضراء كانوا يخلصون، وفي السراء يشركون. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأكثر ما يكون من إشكال حال السراء. وقال بعض العلماء رحمهم الله: إذا أردت أن تعرف المؤمن الموحد تنظر إليه في وقت السراء تجده خائف، وتنظر إليه في وقت الضراء تجده مطمئن، على عكس ما هو حال بعض الناس اليوم.
في حال الرخاء عمر رضي الله عنه يقول لحذيفة رضي الله عنه: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ يخاف مع أنه من المبشرين بالجنة، يخاف على نفسه. وأنت لا بشرت بالجنة ولا غير، إذن تخاف من باب أولى. فهذا في حال السراء تجد يقول خائف، في حال الضراء إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، في حال وقت الحرب نعاس. دليل طمأنينة، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تعرف على الله في الرخاء، والله إخواننا نحن في نعم لا تعد ولا تحصى. وذكرنا لكم ما ينقل عن شيخ الإسلام وغيره عندما كان في السجن وكذا، يكتب رسالة لأمه لأننا في ازدياد وفتح الله علينا وفتحات، ويرسل رسالة إخواني: وأما بنعمة ربك فحدث. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولا يمكن أن تكون كما عليه الكفار يعرفون الله سبحانه وتعالى فقط في الشدة. نعم. ويستفيد الإنسان، قلنا في وقت الضراء، نعم في وقت المصائب يستفيد، لكن الأصل أنه يتنبه وقت الرخاء: وقليل من عبادي الشكور ليبلوني أشكر أم أكفر، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم. قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قدم في وظيفة ولم يقبل، قال: لو فعلت، لو كذا، لو كذا. لا، يقول: قدر الله، هذا الذي قدر الله كله خير. إخواننا الصحابة رضي الله عليهم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين راية غدا رجل يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، يفتح الله على يده. فبات الناس يدوكون، يعني يفكرون ويدعون الله سبحانه أنهم يدركوا هذا الفضل. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أين علي بن أبي طالب؟ هل اعترض واحد من الصحابة رضي الله عنهم وقال: يا رسول الله، علي لم يحضر رضي الله عنه، ونحن أخذنا نفكر طيلة الليل وجئنا في أول النهار؟ لا، إيمان بالقضاء والقدر. حصل ما حصل من الهزيمة في أحد، هل اعترض أحد؟ لا. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لو رضيت بهذا ارتحت في هذه الدنيا. هل معنى هذا أننا لا نأخذ بالأسباب؟ ما يمكن، نقص التوكل. تأخذ بالأسباب، حصل شيء، حصل المطلوب، تحمد الله، وإلا قدر الله وما شاء فعل. نعم. وما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم. واعلم أن النصر مع الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر، وذكر الصبر في آيات كثيرة: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، قال: لعلكم، ولم يقل تفلحون، قال: لعلكم تفلحون، حتى تكون بين الخوف والرجاء. وبشر الصابرين، آيات كثيرة في الصبر. واعلم أن النصر مع الصبر. انظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة، صبر عليه الصلاة والسلام وتفاءل، وعندما جاء النصر كان هذا إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بدنو الأجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، انتهى دور النبي صلى الله عليه وسلم. سبح واستغفر، كان يكثر ما يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. النصر مع الصبر. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لو تنظر في حال الخوارج اليوم، عدانا الله إياهم،
ماذا أرادوا؟ قل بعض العلماء أنهم أرادوا ما قال السحرة لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: أنتم تريدوا الأجر وأمر آخر، وإنكم لمن المقربين. أرادوا الأجر والمقام، الرئاسة والمناصب. واعلم أن النصر مع الصبر. نعم. وأن الفرج مع الكرب. وأن الفرج مع الكرب، إن مع العسر يسرا، وأن الأمر إذا ازداد ضيق وشدة فهو دليل على قرب الفرج. إذا ضاقت الأمور عليك اعلم أن هذا دليل على قرب الفرج. نعم. وهذا تقدم معنا، إن مع العسر يسرا. وأن مع العسر يسرا. نعم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري للبدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. نعم. الحياء لا يأتي بخير، وقال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبعض الناس يقول لك: يا أخي لا تستحي، ما يصح هذا. تقول له: لا تخجل، يصح. يعني تقول: كل يا أخي لا تستحي، ما يصح هذا، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. ورحم الله يعني هؤلاء يعني الأنصار وكذا ونساء الأنصار، لم يمنعهم الحياء من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحياء لا يأتي إلا بخير. والذي تراه اليوم أن بعض الناس ويرى أن هذا تطور وتقدم وكذا من كشف العورات، صحيح، وصنع أشياء من القصات وكذا، فهذا تقول له: اتق الله، وإن لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار ونكمل إن شاء الله تعالى بعد المغرب. والله أعلم، صلى الله على النبي محمد وعلى وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.